أعزائي متواصلين بفقراتنا ببرنامج يوم جديد بهالحلقة الخاصة من المدينة الوردية من مدينة البتراء من داخل المحمية. بهاي الفقرة رح نلقي الضوء على قطاع المستثمرين، على التحديات اللي بيواجهوها، أهم الفرص الاستثمارية اللي موجودة من خلال المستثمر ضيفنا اليوم بهالصباح الأستاذ نيازي شبعان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا. صباحك. أهلا وسهلا أستاذ نيازي، وتحدثنا عن طبيعة استثماراتك في هاي المنطقة. يا ستي، أولا يجب أن أشير لأنه أنا من البتراء أولا وآخرا، وأنا أول خريج آثار من هاي المنطقة، بخدم في البتراء كمدير للسياحة والآثار. ما هو أهم استثمار هو استثمار أهالي المنطقة. نعم، ونحن أبناء هاي المنطقة، يعني إحنا من ورثة هاي المدينة الخالدة، فكان لابد أن نلتفت لأهمية هذه المدينة وأن نبني عليها لتنويع المنتج السياحي. أنا الآن وصلت لمرحلة أستطيع أن أقول بأن البتراء أصبحت الهوية التي تميز الأردن، وأصبحت البتراء هي بيت الأردن، وكل الناس 80% من زوار الأردن اللي بيجوا على الأردن بيجوا عشان يزوروا البتراء. فآن الأوان إنه إحنا نستثمر نعظم الهوية، هاي الهوية الثقافية الأردنية في البتراء، أن تكون مركز لكل العالم اللي بيجوا بيزوروا البتراء يحس ويتعرف على الهوية الأردنية. فأنا يعني عندي راحت موضوعين للاستثمار، وهم مشروعين حسيت إنهم كثير ضروريات للبتراء كونها أصبحت على خارطة السياحة عالميا. المشروع الأول اللي هو فرسان البتراء لخدمات الأفلام، وهاي مبادرة كانت انطلقها جلالة الملك خلال هذا العام بلوس أنجلوس خلال لقاء مع كبار المنتجين في أمريكا على أساس الاستثمار في مجال صناعة الأفلام وخصوصا في البتراء وبوادي رم، وحيث أنه تتوفر عندنا البنى التحتية المناسبة والإمكانيات الهائلة الميسرة والتعليمات والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. حسيت أنه هذه فرصة، كون أنه هاي كانت رؤية جلالة الملك أنه يكون في عندنا هذا النوع من الخدمات الموجودة في البتراء، وبعتقد أننا سنشكل إضافة نوعية للبتراء وللأردن إذا كان هناك كانت البتراء وضعت على خارطة صناعة الأفلام كأحد مراكز الأفلام. الجناح الأردني فاز بأحسن جناح من سنتين في المعرض. أنا لم أشارك بس حسب معلوماتي. نعم. عرفت أنه فازت، وأبدى كثير من كبار المخرجين عن مدى اهتمامهم بأنه يكونوا في الأردن، فالتقطت هذه المبادرة وأنا ببني عليها ومتفائل جدا لأن المقومات واعدة جدا والتعاون متوفر، والسلطة الحالية للإقليم مفتوحة، فتحت كل ذراعيها لكل المستثمرين لكل أفكار جديدة لتنويع المنتج السياحي في منطقة البتراء. إذا نحكي عن الفرص الاستثمارية، في فرص استثمارية كتير مفتوحة بمدينة البتراء موجهة للمستثمرين لحتى ننهض أكثر بالسياحة في مدينة البتراء. هل هناك تحديات أيضا بتواجه المستثمرين؟ يعني بكل مجال لابد أن يكون هناك تحديات، لكن بالتعاون وبالشراكة الفاعلة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، أنا متأكد جدا أنها ستعلل كل هاي المصائب وهاي العقبات، كون أنه هسه الإقليم الحالي منفتح جدا ويرحب بكل أفكار البناء لتنويع المنتج الثقافي السياحي في البتراء. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه 80% من زوار الأردن بيجوا عشان البتراء، فأصبحت البتراء يجب أن يكون فيها اهتمام متميز للمساعدة بتنويع المنتج السياحي وإطالة مدة إقامة السائح خلال وجوده في البتراء، وهناك فرص كثير 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 مفتوحة. لكن نحن نمر الآن ضمن معادلة سياسية في المنطقة غير مستقرة، لكن هي مرحلة مؤقتة، وهناك مفهوم دائما سائد في العالم كله، السياحة تمرض ولا تموت. هي الآن قد وصلت إلى غرفة الإنعاش بحسب الأوضاع اللي بتدير في المنطقة، بس هي مرحلة مؤقتة. أنا على يقين أنه ستعود أفضل مما كانت عليه، والمستقبل واعد ومبشر، والإمكانيات متوفرة وجاهزة، والكل يعني متحفز أن يكون في البتراء شيء. وعلى العكس ممكن كمان يكون أنه في استثمار لهاي الفرصة، أنه بالمناطق اللي حوالينا كلها ملتهبة، إحنا منطقة مستقرة، فهذا ممكن يكون عنصر جذب أكبر، يعني ممكن إحنا نستثمر ونوظفه لتنشيط السياحة محليا وعربيا وعالميا أكثر بالأردن. سؤالي أستاذ نيازي، هل أو يعني في شروط للمستثمرين حتى إذا شخص يعني بحب إنه يستثمر في هاي المنطقة، أو عقبات مثلا؟ هو بالتأكيد لكل استثمار شروط ومواصفات، ولكن نحن الآن نبحث مع سلطة الإقليم على الحوافز. نحن الآن في إقليم تنموي سياحي جديد،
واصبح اقليم عالمي. يعني الميزه في البتراء انه احنا اصبح ضمن الاقاليم العالميه غير الاقاليم المحليه، فيجب ان نلتفت جميعا الى اهميه البتراء وتوظيف هذه الفرصه المتاحه على مستوى العالم لتحسين الفرص الاستثماريه والحوافز للمستثمرين، عشان احنا نقدر نتبع بسويه البتراء. لما بيجي السائح على البتراء قديش جميله، قديش ممتعه، قديش رائعه، بس ما عنده اي فرص يعمل اي شيء. احنا بحاجه لتوفير العديد والمزيد من الفرص الملائمه اللي يحتاجها الزائر وين ما كان على مختلف مستوياته لاطاله مده الاقامه، ونستفيد منه لانه صار نسبه كبيره من السياحه تيجي بس للبتراء وبترجع. هسه في عندنا سياحه الكروز بيجوا يوم واحد، السياحه من اسرائيل ومصر بيجوا يوم واحد، وهسه صار في عندنا خط سياحي، شركه طيران واعده جدا، الشركه التركيه عم بتسير رحلات من اسطنبول الى البتراء، بتصل في الليل بالعقبه وبتزور اليوم الثاني كان بتسافر بالليل. فاصبح عندنا هناك، اصبح الان انا هسه ببيع برامج يوم واحد للبتراء من خلال اسطنبول، بيجوا بزوروها. ومتى ما زار السائح البتراء، احنا بدنا 4 أيام و5 أيام عشان هيك احنا يجب ان نفعل البتراء ونطور البتراء ونزيد سرعتها عشان ازاد ونبيع الاردن من خلالها، لانه مش معقول احنا بس نبيع البتراء، لازم نبيع الاردن. بس قصدي يعني في ايش، في امور بتشجع المستثمر انه يجي ما بتنفره، يعني هذا اللي بسال عليه. التشجيع بالحوافز، التشجيع انه القطاع العام او السلطه المعنيه بالاستثمار انه عم وعدت بتقديم تسهيلات واعده للمستثمرين وتساعدهم في اعفاءات وتناقش مع الحكومه امكانيات اعفائيات واعفاءات معينه على بعض المنتجات والمستوردات. فهو يعني لا زال في طور البدايه، ولكن المشوار لسه طويل، ولكن بحاجه لتضافر الجهود، ويجب ان نجتمع جميعا في الاردن على كافه المستويات للاستفاده من الاهميه من هاي العلامه المميزه. يعني اذا كان زي ما بيقولوا النيل هبه مصر، فالبتراء هبه الاردن، والبتراء في الاردن هي البترول الذي لا ينضب. كل شيء ممكن يخلص، بس هاي الصخور موجوده بجمالها، بطبيعتها، بارادتها، بفنها، بجمالها، فلا زالت تستهوي كل الناس، اصبحت على الاجنده لكل الناس القادرين وبحب السفر انه غدا او بعد غد العام القادم او اللي بعد الا يجي يزور البتراء. فان فرص، متى ما زار البتراء ممكن يزور الاردن بشكل عام، فممكن يستفيد منها. هل بتتوقع استاذ نيازي انه الوضع بالدول العربيه المجاوره قديش بياثر على يعني هو عنصر جذب او عنصر طارد للسياحه في الاردن؟ عندنا جهاز تنشيط للسياحه فاعل في الاردن بيسوقنا بشكل رائع جدا، لكن نحن يجب ان نتحمل الظروف المحيطه اللي هي يعني ظروف عابره ستمر ولن تموت السياحه، السياحه باقيه وستزدهر وستقوم اذا احنا اعددنا الاحسن وجهزنا لها. شو المشاريع الحاليه اللي بتشتغلوا عليها والخطط لمشاريع مستقبليه كمان؟ انا شخصيا استطيع ان اتكلم عن المشاريع التي اشتغل عليها نفس شخصيا، انا اشتغل على مشروع الخدمات اللوجستيه لصناعه الافلام كما هي برؤى جلاله الملك ان تكون في البتراء. انا اطمح وباصرار وبثقه وبيقين ان الامكانيه متوفره جدا لاثاره هذا المشروع في البتراء، وبشتغل على المشروع الثاني ان تكون البتراء القريه الثقافيه الاردنيه. كل السياح الزوار اللي بيجوا على الاردن مع الاسف الشديد حولت الاردن الى سوق للمنتجات اللي مستورده من الدول العابره عابر الحدود من تركيا ومن الصوص واسطنبول ومن الهند ومن كافه الدول. الآن الأوان إنه إحنا ننتج إنتاج أردني بهوية أردنية، لما السائح أو الزائر بيجي على الأردن يعود إلى بلاد يحمل شيء تذكارا من الأردن. وأنا سأكون أول من يقوم بعمل آرت معرض للفنانين التشكيليين بغض النظر عن جنسياتهم وتوياتهم، طالما أنهم يعكسوا الإنتاج الأردني والهوية الأردنية والثقافة الأردنية والتراث الأردني، حتى لما يسافر السائح ويعود يحس إنه هو حصل على شيء يبرز هاي الهوية ويعمقها على مستوى العالم. يعني نتمنى لكم كل التوفيق أستاذ نيازي، جهودكم مشكورة في مجال السياحة والاستثمار في مدينة البتراء، كل التوفيق وكل الدعم دائما إن شاء الله، يعطيك ألف عافية. شكرا لكم، وأنا من خلالك يعني ومن خلال الشاشة الأردنية التي نعتز بها أنه أنتم تروجوا لهذا المنتج الواعد جدا، وأنا بدي أحكيكم سرا، هو ليس سرا، هو حقيقة اكتشفت من خلال مراسلاتي وتواصلاتي مع كل العالم أن منتج السياحة التأملية هو منتج أنوثي. 95% من كل الناس اللي صاروا منضمين لنادي التأمل الأردني ستات. 95% من الستات، فهاي يعني هذا منتج نسائي، أرجو أنكم تركزوا عليه متصالحين مع أنفسنا أكثر. نعم نعم عشان نضحك، فمبروك لكم، شكرا لكم، بتمنى لكم يعطيك العافية.